بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كون قد لمي ساده سكنتاتي ولد ابتو تتات التشويق الى حج بيت الله العتيق كجيل تشسو خرا بيت ربي كبجمتو تاتي اكنم ني حجي قول سكنتاي قد لمي ساده جرا فضلما حج را حسوا جرا اتري هدا بركاتا غلطهم ولما كانت النفوس مجبولة على محبة الأوطان وعدم مفارقتها رغب الشارع في الحج ترغيبا شديدا لب نمات قند إساني جالتي بي يسيني فيتي نانو اتجرات تسني جالت إراجبهم فيتو بيتي گندکی نانو تھی من کی یا نم نندنو ارادے مو پھر تھنا شریع ربی اکھنم نی کرا حج جیڑا دے مو کھجیل چسا گودا گوت ترغیب کھجیل چسو فضل اسی ہاسے گودن اسی ہی میں نم نی حج جی دلگی وانا کھنا ربی را رکھتا بوا کھنا کب دیوان جو یج وجعل له فضائل جلیلہ ووجورا کبیرہ لأنه يتطلب مفارقة الأوطان والمعلوفات من أهل ومال وصاحب وعشيرة حجيتنا في صدر كان قد دواني خايمي نمي سيد لكي صدر كاكسي كبواني جامي هن دينامات ديمو قبا اتهرمات جو قبا حجي قدو قب دواني جامي فضائل لهدون سيفاس عمي نمني أكاقن دي ساد إسي قبو حجي رابيك حجي ساد إسي نم صدر كان قدو تنا ركت دي وان قدو ربين نوباي لمكنان بڑا سکھن خیسن سے نجے نم حجی ایسان آبے گندے ایسان راگ بہے بی ایسان راچ دے میں اک حجی گلو تو برباد میں خناف وکذالکا حث للعباد على قصد هذا البيت بالحج والزیارة کرمن ربی کر کعبا کر بیتی خبجم تو تاتے الفات تو تاتے صدرکا کب تو تن نمنی اک دے مو برباد ربی ہن دن ما اکڑو فے حجی گلو دندیان كعبة ربي تنا نمني كدعوته أكلان مسجد الحرام كنا كرو بيتك تا حلال فقرة عمري إسحاق وطفولة تدبي سلطاته تا أكمي بكتسو نكيلالو كم زيارو كم اتتوافه دعائي تشكره تي وام برباتشوا تشت دلهم برباتشوا وان تيه في وتشويق لهم إلى رؤية تلك المعالم التي حبط فيها الوحي ونزلت فيها الرسالة بك قرآن ربي تقبل مكة جيتشو وان صفاتان سينا بيت ربي مسجد الحرام جيتشو وان لا يو اسنتين فقاته كعبة المشرفة جيتشون امريد قو سينا بك قرآن ربي افان سمير رأي تقبل وحي النبي كنية صلى الله عليه وسلم غند نبي كنية صلى الله عليه وسلم اتدالت غند نبي كنية تقدت غند قرآن ربي تقبل غند صحابان دين ات بو رئيسي ته دين اتقدابا غند مكة جيتشو سندور اللي سينا دير تو قبت غند نبي ابراهيم عليه الصلاه والسلام ابا كي ابا مسلم تو تا كاتاي سينا غربتو ايسا تن مسلما دوفي لالو دوفي برو بكتنا في مكه في قلب نما مسلما ولتهدا تو قبت ولتهدا تو قبت اخ المسلم سارع ولا تتاخر وبليس مسلما وبليتي مسلما ددفاتي كرا حج جدا ديما بودنانينا إرانو رافتنا قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين رب سبحانه وتعالى سورة على عمران آية سجلتمي تربفا ولله رب افتهيت على الناس المن مرت حج البيت من ربي حجي قلون من مكة لكني حجي قلون درك مربي أمة الرائل من مرق أبويا حق ربي من استطاع لي سبيل نمني دنده خرادهم نولي كباته تخيط تيارا بتحجو دنده ما وان كرا منا بخقوبة تقفلو دنده وان إسابر بج والرائل من إساب مصروف انك ديمه ديبو تو وفرو دنده لفقاو في دنده نمي دنده تيك أبينيا كبو حق ربي تسر جرا ديمي فول ديمي خرمك كارو في حجي قدود آيا ومن كفر أمون من دي كفر
نمني أجي ربي دي دي نمني حجي قلو دي دي وصودن دو فإن الله غني رب دريسا عن العالمين وممتوتهم درا دريسا واتكتنا جب سونس لبو ما إساتي ميلي مالي وان تقوى ربي رب اللي سنك بوغيت يراسو قدينو قدلين با نمي سوق بيني كبو حجي دي دنتا إساتي هلا يتعدين دي مخوين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له رواه أحمد وأبو داود نبي كنيا عليه الصلاة والسلام حج ددفسيسا ددفعور كابين يركت خراسين أمتن غدا ثيتة أنتم غدا لا إمبر باج كابين يوني حج سني سيجا وسهر كسين أمو مخراسين بس بورا بافردو ثيكة كيمورتو كفاليوام بر باجيسو دبرس وفرا كل شيء جيتة غدا ددفسيسا جنبين صلى الله عليه وسلم تكون كيسن وانستيكم بيكو وقال عليه الصلاة والسلام من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة رواه أحمد وابن ماجه والسنة والألباني نمني حج قلو في ديم حج قلو دندو كحج قلو نيتي دد دفسيسيها قلو أما تسني كإتعانو بردوه هم برباتشسو مالك لكوبستهم ملا وإسا دورا بدوتهم ملا حاجان الدداركين الددى يسدوهم ملا عمري إسادهم تدوهم ملا تناف يرو كآترو إتنك من أجدو بحجي دن ديتين أرقمت حال مجد تانا ددفسي ساقرارا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فننظر كل من كانت له جدة ولم يحج فيضرب عليه الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين دوبا عبد الله بن عمر ربي سرها جالت وكي أني يادي جدوبا مغالا لي جرتوتن هندت نما بباسو ورانا بباسو نما دن ديتي كابو كهجي قدو أولي أكا جزيا كفلتي كرتي أمان كفارا كفلو إسرت مرتيزا إسان مسلمامتي إسان مسلمامتي نمي توكو كابين يكاباتا غيا كاباتي دکان اگر تے ہلا گوتو کا بات ہے کونگولا تھا وہ باسے کھگل سنگل کبے نمال لگا حکومت عبت میں لگا مخلفہ کا کبان کے کب حجی گڈو اولن خطر گڈو تڑے عبداللہ ابن عمر گبرا کا کافر نصاران کفلتو کفلو کا بنی جو رہ جی تھی اسام مسلمہ میں تھی اسام مسلمہ میں تھی ادھر دے دے رب نے جانو عباس وقال علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ استكثروا من الطواف بهذا البيت